الإمارات اليوم باستراتيجياتها بأفكارها عالمية القدرات، وأردنا من هذا المنتدى أن نتباحث مع زملائنا وزراء الإسكان العرب بما قدمناه نحن في دولة الإمارات وما هناك من تجارب في هذا الوطن العربي الكبير ممكن أن تنقل إلى دولة الإمارات ونستفيد منها، ونقولهم إذا هناك تجارب ممكن أن يستفاد منها في دولة الإمارات فنحن على أتم الاستعداد بأن ننقلها بدراساتها واستراتيجياتها ورؤاها إلى أي جزء من الوطن العربي يرغب في 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 استخدامها. لذلك أخواني وزراء الإسكان العرب سيجدون أنفسهم هنا أمام تجارب حقيقية للاستدامة، تجارب حقيقية للمساكن الذكية، تجارب حقيقية للسكن المستقبل. وايد مهم أن يشوفونها حية. نعم هناك مجموعة من الدراسات اللي بتتم، ولكن في نفس الوقت هناك زيارات ميدانية لأماكن مستدامة، لمجمعات متكاملة المرافق، مجمعات ذات جودة حياة عالية. هذه الزيارات سوف الحقيقة من خلالها سوف ننقل توصيات لزعمائنا بأن هناك هذا الجهد الذي نريد جميعا أن نصل له، وهذا المكان الذي يمكن أن نصل به إسكانا آمنا مميزا لأهلنا في هذا الوطن العربي الكبير. الحضن العربي هو عبارة عن أوبريت يشترك فيه فنانون عرب. أردنا أن نجعل الموسيقى في هذه المرة هي الرابط بين الشعوب، فأردنا من زملائنا أن يرون عندما تتحد الكلمة واللحن والصوت كيف نصل إلى عالمية القدرات. ما سنراه في الحضن العربي أكيد عملا مميزا لجمع من الفنانين العرب اللي أدوا أداء رائعا ليوصلوا فكرة حبنا لأهلنا وحبنا لناسنا، وينعكس هذا في إسكان مميز لهم جميعاً.